أخواتي وأخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن أجينا سؤال إذا عندنا مشروب من مضاد حيوي طبيعي للأشخاص اللي عندهم التهابات بالجسم عندهم، وأهم شيء للغدة عند الرجال. إذا بتكون الغدة عند الرجال فيها التهاب أو فيها ورم، هيدا المشروب بقوي خلايا المناعة. إذا الرجال عنده بالغدة مشاكل، بصير عنده مشكلة بالانتصاب، وبصير عنده كمان مشكلة، معاش عنده رغبة جنسية أبدا، ويضلوا خايفان وإلى آخره. وهيدا المشروب هو من البيرة، من البيرة. نحن رح نقوي هيدا المشروب، أنا هيدا الوصفة من عند صاحبي دكتور الطبيعة. رح نقويه بالزنجبيل، رح نقويه بنشمة اليانسون، رح نقويه بالثوم، رح نقويه بالقرنفل. وهيدي البيرة عندنا إياها، هيدي خميرة البيرة الداكنة من القمح، وهيدي كمان فيها حمض الفوليك، حمض البانتوثينيك، فيها فيتامينات البي 1، بي 2، بي 6، بي 6، بي 12. وهيدي حتقوي جهاز المناعة كتير كتير كتير، لأنه هيدي فيها مادة الكحول. فيكم انتو تجيبوا بيرة بدون الكحول، انا اسا رح فرجيكم عليها كيف نحنا بنعملها. اوكي، وعندنا خل التفاح كمان. اسا نحنا بنجيب الزنجبيل هون، انا قطعت شون هون 5 قطع، هالقد هي زنجبيل طازج طازة. بنحطهم هون بقنينة، نحطهم وحدة القنينة هون. كمان انا هسه رح احط الثوم كمان، هلا قطعته 5 صوص ثوم، قطعهم حطهم كمان بالقنينة، شايفين هون عم قطعهم، حطهم كلياتهم هون بالقنينة. يعني هيدي مضاد حيوي طبيعي طبيعي طبيعي. عندنا هون نحنا قطعتين من نجمة اليانسون، شايفين؟ أنا هون حطهم هون، حطهم بالقنينة كمان. عندنا هون نحنا 20 حبة قرنفل كمان، بنحطهم بالقنينة يا حبيبتي. كل هالمكونات هون صاروا بالقنينة هون جوا. اذا نحن رح نفتح قنينة البيرة ونحطها هون بالطنجرة. تاخذوا البيرة اللي بدكم اياها، نفتحها نحطها هون بالطنجرة. بتسخنوها اول شيء على النار حتى قوام البيرة تغلي على السريع. شايفين انا سخنتها لهيدي الطنجرة، حطها بس انا رح احطها على النار. اوكي، هو اهم شيء انه الطنجرة اول شيء تسخنوها على النار، اول ما تحطوا البيرة فيها وبتسخن البيرة اوام بتطلع كل الكهول منها اوام. بس بتسخنوها على نار متوسطة شوي، ما تغلوها، شايفين ما تغلوها، على نار متوسطة بس كل الكهول صراحة. بس بعدين بتجيبوا هالقديانة حوالي 150 مليلتر خل التفاح، شايفين هيدا هون خل التفاح، وتحطوهم فوق، ما تغلوها، منحركها شو، حركناها صارت خالصة. بس بنحط البيرة هون بهيدا، بنحطهم اسا نحن هون، بنكبن هدول هيدي بالقنينة فوق المكونات اللي نحن حاطينهم. انا اسا حطيتهم كلياتهم هون، شايفين كيف صار. بنجيب اسا نحن شوية زيت زيتون، شوي مش كتير،
شويه زيت زيتون ونحطهم فوقهم. فرجيكم عليها، ارفع الكاميرا شويه زيت زيتون فوق انا هسه رح سكر القنينه، بخلطهم منيح، بخلطهم شايفين، بعود بفتحها للقنينه حتى يصيروا باردين. بس يصيروا باردين رح سكر القنينه انا من هون من فوق، بسكرها ولفها بالومنيوم شايفين، حطها بالبراد، لازم تكون ملفوفة بالألومنيوم، حطها بالبراد. طريقة الاستعمال يوميا قبل النوم تاخدوا كوباية صغيرة منها، كوباية صغيرة منها بتشربوها لمدة 5 أسابيع قبل النوم، وهيدا رح تقوي خلايا المناعة عندكم وراح تحارب كل الالتهابات، خصوصا بغدة الرجال الموجودة عنده، يعني راح تساعده على الانتصاب ولا كل أمراض كتير، لكل التهابات كتيرة. البيرة معروفة كتير 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 إنه ضد الالتهابات وبتقوي المناعة. هيدي هي وصفتنا إلكم، اعملوا مثلها. بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة، باي باي.